السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين لقناة هانم في نفسي. النهاردة هعمل معاكم وجبة غدا كاملة متكاملة. هنعمل فيها 4 حاجات. اول حاجة هنعمل فراخ ستريبس مقرمشة وجميلة، وهنعمل رز ابيض مفلفل وجميل، وسلطة الطحينة، وكمان هنعمل شوربة الخضار بطريقة سهلة وجميلة جدا، ومش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي ابدا. يلا نبدأ بسم الله ونشوف هنعمل كل اكلة ازاي. اول وصفة معانا هي ستريبس الدجاج المقرمش. هنستخدم ليها صدور بانيه متقطعة شرايح سميكة، وبيضة، معلقة دقيق، ومعلقة نشا، والتوابل ملح وفلفل اسود وبابريكا وبصل بودرة وتوم بودرة وكركم، ومعانا فيجيتار وزيت للقلي. اول حاجة هنجهز صدور البانية، نقطعها شرايح طولية بالشكل دوت، تكون شرايح طولية سميكة. ودلوقتي بقى هنجهز التتبيلة. هنحط بيضة في بولة كبيرة ونخفقها، ونحط عليها معلقة من النشا ومعلقة من الدقيق، ونضيف عليهم التوابل. هنحط معلقة بصل بودرة ومعلقة بابريكا ونص معلقة توم بودرة ونص معلقة من الكركم، ونحط الملح ونقلبهم كويس. وبعدين نضيف عليهم من نص لربع كوباية مية، انا هنا ضفت ربع كوباية طبعا على حسب كمية الفراخ اللي عندك. هننزل بقى عليهم قطع الاستريبس بالشكل دوت. هنسيبها بقى ساعتين في التلاجة لحد ما نيجي نستخدمها. تاني وصفة معانا هي شوربة الخضار. هنعملها بطريقة سهلة ولذيذة جدا، وهتعجب اي حد يدوقها. هنستخدم فيها 2 حبات كوسة صغيرين متقطعين قطع صغيرة، بصلة واحدة متقطعة صغير، 1 حبة بطاطس متقطعة قطع صغيرة، وهنستخدم فيها فاصوليا وجزر وبسلة. لو حابة تضيفي حاجة تانية تضيفيها، بروكلي مثلا او اي حاجة تانية، ولو حابة تستغني عن اي حاجة من الخضار ديت برضو براحتك. الموضوع كله يرجعلك، وده على حسب ذوقك واختيارك. دلوقتي بقى في حلة على النار، هنحط شوية زيت ونضيف عليهم 2 مكعبات من الزبدة او معلقة سمنة. واول ما الزبدة تسيح هننزل دلوقتي بالبصل، هنشوحه لحد ما يبدأ يصفر كده وياخد لون، وبعدين هنضيف الخضار. اول حاجة هنضيفها هي البسلة والجزر. طبعا بنضيف الخضار على حسب الحاجة اللي بتاخد وقت اكتر في السوا بنضيفها الاول. هنضيف البسلة والجزر ونديهم برضو تشويحة كويسة كده مع البصل. التشويحه ديت بتساعد ان الخضار يستوي بشكل اسرع، وبتديله طعم جميل جدا. هضيف بقى دلوقتي الفاصوليا واشوحهم تاني مع بعض، وبعدين بقى دلوقتي هضيف التوابل. هحط فلفل اسود وهحط بابريكا. البابريكا بتساعد ان الشوربه تاخد لون احمر جميل. لو انت مش حابه ان يبقى لونها احمر وحابه يكون لونها فاتح ما تضيفيهاش. ممكن تحطي بقى اي توابل تانية انت عايزاها، توابل لحمه، توابل فراخ، زي ما انت عايزه. بس انا بحب التوابل القليله في الاكل، لان بحب طعم الاكل يكون باين اكتر من التوابل. هنضيف بقى دلوقتي الملح ونقلبهم تاني مع بعض، وبعدين نضيف الكوسة ياخدوا برضو تشويحة. واخر حاجة هنضيفها هي البطاطس. شوربة الخضار ديت من الحاجات اللذيذة جدا والمغذية بشكل غير عادي. طبعا فيها خضار متنوع، ممكن تضيف لها كمان قطع فراخ لو حبة، بس انا ما بضيف لهاش اي حاجة تانية اكتر من كده. ولو بتحب البروكلي ضيف لها بروكلي برضه، هيعلي قيمتها الغذائيه ويخليها جميله جدا معاكي. هنضيف بقى دلوقتي كميه كده حلوه من الشوربه، سواء بقى شوربه فراخ او شوربه لحمه اللي متوفر عندك. ممكن تكملي بالميه عادي، يعني ممكن تضيفي شويه شوربه وتكمليها ميه، ممكن تحطي مكعب مرقه دجاج زي ما انت عايزه. ونغطيها بقى ونسيبها على نار عاليه لحد ما تغلي، وبعد ما تغلي نوطي عليها النار ونسيبها لحد ما تستوي. تالت اكله معانا النهارده هي الرز الابيض المفلفل. في حل على النار حطيت 2 كبار من الزيت وعليهم 1 معلقة من السمنه، ونزلت عليهم بكوبايتين من الرز المغسول والمتصفي كويس. وهبدا بقى دلوقتي اشوح الرز كويس لحد ما الميه بتاعته تنشف ويتغلف بالماده الدهنيه من كل الاتجاهات بالشكل ده. هضيف بقى دلوقتي الميه. 2 كوباية من الرز بياخدوا 3 كوبايات من الميه، او تقدريها بمسافه عقله فوق الرز، طبعا كميه الرز على حسب عدد افراد اسرتك. هنقلب بقى دلوقتي الرز تقليبه ونضيف التوابل. انا هحط فلفل اسود وملح بس. هيطلع معاكي مفلفل وجميل جدا. هنضيف الفلفل الاسود، كمان هنحط الملح. 2 كوباية بياخدوا حوالي 1 معلقة صغيرة من الملح، برضو للمبتدئين اللي لسه عايزين يعرفوا المقادير بالظبط قد ايه. هنغطيه دلوقتي بقى ونسيبه على نار عاليه لحد ما يغلي، وبعد كده نوطي عليه النار خالص بالطريقه العاديه جدا. رابع اكله معانا هي سلطه الطحينه. هنعملها بالطريقه التقليديه العاديه خالص. هنجيب الطحينه نحط عليها ميه دافيه، الافضل طبعا تكون دافيه عشان الطحينه تفك معاكي بسرعه، والافضل انك تضربيها بمضرب سلك
علشان تفك بسرعه وما تاخدش معاكي وقت على ما توصلي للقوام بتاعها المظبوط. هنحط الميه بالتدريج لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، شايفين بالشكل ده؟ تمام كده، هي بقت جاهزه معايا، شايفين قوامها كده بقى عامل ازاي. ده القوام اللي انا عايزاه. هضيف بقى عليها دلوقتي فص صغير من الثوم، انا ما بحبش الثوم يكون فيها كتير، وكمان هضيف الملح، وهحط عليها فلفل اسود رشه صغيره، واحط رشه شطه، وهحط فلفل احمر، انا ببقى مفرزاه في الفريزر، ببقى حاطاه مفروم في الفريزر، واضيف عصره نص ليمونه، طبعا التوابل والليمون والحاجات ديت كلها على حسب كميه الطحينه اللي انت عاملاها، وهضيف نص معلقه من الخل، وده بيديها طعم قريب جدا من بتاعه بره بتاعه المحلات. طبعا احنا عاملين طحينه صافي، في بقى ممكن تعملي طحينه بالزبادي او طحينه بالمايونيز، كل واحده منهم ليها طريقه وليها طعم مختلف. انا هنا عامله الطحينه بالطريقه العاديه خالص اللي كلنا بنعملها في بيوتنا. يلا بقى نشوف ايه اخبار الرز. تمام كده استوى كويس، شايفين مفلفل وحلو قوي. اعمليه بالطريقه ديت عمره ما هيبوظ منك ولا هيعجن، مفلفل وجميل. دلوقتي بقى هنجهز الستريبس بتاعنا عشان نقليه. انا هنا هستخدم فيجيتار، ممكن تستخدمي اي نوع فيجيتار انت عايزاه، سواء بقى فيجيتار من عند العطار او فيجيتار اكياس او فيجيتار انت عاملاه في البيت، وممكن تستخدمي بقسماط او كورن فليكس بيديله قرمشه حلو قوي. انا هنا استخدمت الفيجيتار العادي. هنبقى نعمل مع بعض في مره وصفه الفيجيتار بطريقه سهله، مكوناتها بسيطه جدا وهيطلع معاكي زي الجاهز بالظبط. هنزل الاستريبس بالشكل دوت، وبعد كده هنغلفه بكويس بالفيجيتار، وبعدين نحطه في الطبق. هكمل باقي الكميه وارجع لكم تاني. ودلوقتي في مقلاية على النار احط فيها زيت، واول ما الزيت يسخن هنزل بقطع الاستريبس بالشكل دوت، هسيبها لحد ما تحمر من ناحية، وبعدين نقلبها على الناحية التانية، وبعدين نطلعها على ورق مطبخ، هتطلع معاكي مقرمشة وجميلة جدا، وهتبقى مستوية حلوة جدا من جوه، شايفين بالشكل ده. خلص كل الكمية ونرجع تاني. وادي الشكل النهائي للاكلات الجميله اللي حضرناها النهارده. عملنا طبعا اول حاجه شوربه الخضار، طعمها جميل جدا وفي نفس الوقت مغذيه ولذيذه، لونها محمري كده وفي منتهى الجمال. وتاني حاجه عملناها هي الرز الابيض المفلفل، مفلفل وجميل جدا وطعمه تحفه. واخر حاجه عملنا قطع الفراخ الاستريبس المقرمشه والجميله جدا، وعملنا سلطه الطحينه بطريقه بسيطه وسهله جدا،
وبكده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش بقى لو عجبكم تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم على خير في الفيديو الجديد، والسلام عليكم.